بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث من أشهر أحاديث الفتن، وراويه هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، الذي ارتبط اسمه بأحاديث الفتن وحفظ أحاديث الفتن والاهتمام الخاص بها، وقد كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله مواقف مشهودة كموقفه في غزوة الأحزاب، وقد ولاه امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه على المدائن. في هذا الحديث الذي هو من اهم احاديث الفتن واخر الزمان، يخبر حذيفه رضي الله تعالى عنه اولا عن منهجه في التحري الاوضاع التي تقع حينما يعني توجد الفتن. فبدا بقوله رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا هذا هو المنهج الذي بدأ حذيفة رضي الله تعالى عنه رواية الحديث به. وفي بعض الروايات كان أصحاب رسول الله، كان الناس في رواية أخرى قال رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون يسألون الرسول عليه السلام عن الخير. وطبعا قوله كان الناس في شرحها نقول كان أكثر الناس، كان أكثر الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. وفي طريق أخرى قال رضي الله عنه: تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر. يعني تعلمت الشر، تألف عن الشر حتى أتقيه وأحترز منه. والمقصود بقوله هنا عن الخير يعني هنا احتمالا، ما هو الخير المقصود في هذا الحديث؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. قيل الخير المقصود به الطاعة، الطاعة كانوا يسألون عن أبواب الطاعة والقربات والزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. كانوا يسألون عنها كي يمتثلوها ويجتهدوا في التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. او هناك تفسير اخر: كانوا يسالونه عن الخير يعني عن السعه والرخاء.
كان بعد الضيق الذي يبقى فيه سعة ورخاء وسعة في الرزق وكذا، فكانوا على التفسير الآخر كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن السعة والرخاء ليفرحوا بها ويستعينوا بالدنيا على الأخرى. يقول: وكنت أسأله عن الشر، يعني الشر إما على التفسير الأول إذا قلنا أن الخير هو الطاعة فالشر يكون هو الإيه؟ المعصية. وإن قلنا أن الخير هو السعة والرخاء والرزق الوفير فإذا يكون الشر هنا يفسر بالفتنة المترتبة على التوسع في أمور الدنيا. أو وكنت أسأله عن الشر، يعني عن وهن عرى الإسلام واستيلاء الضلالة وخشوع البدعة. مخافة أن يدركني، يعني خشية أن يلحقني الشر نفسه أو بسببه. وعند أبي شيبة زاد في رواية هذا الحديث قال رضي الله تعالى عنه: وعرفت أن الخير لن يسبقني. وعرفت أن الخير لن يسبقني، يعني إذا أردت أن أستطلع وأتعلم أبواب الخير فقد كفاني غيري السؤال عن أبواب الخير، وكان من السهولة المكان أن أتعلمها وأدركها وأنا لها فلا تسبقني، بحيث أبواب الشر يبدر أو يقل من يسأل عنها ويهتم بها. فمن ثم رأى أن يهتم بما أهمله غيره أو تركه على أساس أن الخير لم يكن في أي وقت في أن يعوض ما فاته من تعلم الخير، بخلاف الشر فإنه الذي يعني يحتاج يعني إلى الوعي به والتبصر بأحواله. هذا الطريق أو هذا المنهج في صورة الأدب الذي سلك أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه هو مختار الحكماء وكثير من الفضلاء، أن رعاية الاحتماء أولى في دفع الداء من استعمال الدواء، وأن التخلية مقدمة على التحلية. فمن ثم هذا المنهج الذي رسمه أبو حذيفة يعني يدل على ما أوتيه رضي الله تعالى عنه من الحصارة، بحيث جعل ذلك يدرك أن الخير في هذه الدنيا واضح لمن يريده، وإنما الشر هو الذي يتنكر ويتخفى. ومن ثم يجب على القريب أن يعنى بدراسة الشر في مآتيه ومظالمه، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذه هي إنجاز التعبير ما قلت فلسفة حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. هكذا عكف حذيفة رضي الله تعالى عنه على دراسة الشر والأشرار والنفاق والمنافقين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حكمة الله في عباده كيف أقام كل منهم فيما شاء، فحبب إلى أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبلغوها غيرهم، وحبب لحذيفة رضي الله تعالى عنه السؤال عن الشر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له النجاة. وفيه ساعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد أن حذيفة كان يبني على السؤال سؤالا لمزيد من الاستفصال في أحوال الشر وتوقيها. فيه أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بوجوه الحكم كلها، حتى كان يجيب كل من سأل بما يناسبه، ويؤخذ منه أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره، لأن الناس مواهب وقدرات وأبواب الخير كثيرة جدا، فما قد يفتح الله على واحد من الناس في باب دون غير من الأبواب، وهكذا يعني تتفاوت الناس فيما يهب الله سبحانه وتعالى. ولكن القاعدة أن من حبب إليه شيء أو علم معين فإنه بسبب هذه المحبة إذا صادف هذا الهوى وهذا الميل إذا صادف ذكاء وقدرات عقلية وإمكانات يعني وترى
فإما هذا الشخص يتفوق في هذا العلم على غيره لأنه يحبه، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله تعالى في العلم الحديث قال: حظ وتتحقق. حظ يعني شيء هوى محبب للنفس، وتتحقق واجبا علي وهو يعني طلب العلم والاجتهاد فيه. إذا يؤخذ من هذا الحديث أن كل من حبب إليه شيء فإنه يفوق فيه غيره. ومن ثم كان حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب السر الذي لا يعلمه غيره حتى خص دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمعرفة أسماء المنافقين وبكثير من الأمور الآتية. يقول رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طبعا هذا هو منهج للوقاية خير من العلاج، ورعاية الاهتمام أولى في دفع الداء من استعمال الدواء، وأن التحلية التخلية مقدمة على التحلية، يعني والدافع أسهل من الله. يعني لو أن الإنسان في سيارة ممكن يتصور أن واحد يقدر يدفع يزوق السيارة فيه بنفسه لوحده، يعني يحصل هذا، لكن هل يستطيع أن يرفعها؟ لا يستطيع أن يرفعها على يديه. فالدفع أسهل من الله، فالدفع الوقاية أسهل من الله، يعني بعد ما يقع المرض والداء رفعه صعب، لكن دفعه بالوقاية أخف وأسهل ومضمون يعني النتيجة. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. والجاهلية يراد بها هنا يعني كنا في أيام غلب فيها الجهل بالتوحيد والنبوة وسائر ما يعني يتبع ذلك من أحكام الشريعة. إنا كنا في جاهلية وشر، هذا العطف عطف تفسيري، يعني كنا في جاهلية وشر يعني من كفر وقتل ونهب وإتيان فواحش، على أنه عطف تفسيري. أو أن قول كنا في جاهلية وشر، كلمة شر هي من التخصيص بعد التعبير، فالشر يراد به هنا الكفر. إن كنا في جاهلية وشر، فإذا قلنا إن في هذا العطف في تخصيص بعد التعميم فإن الشر يكون هو الكفر. فجاءنا الله بهذا الخير، إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بهذا الخير المشار إليه بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعلنا الله بهذا الخير يعني ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير هنا فجعلنا الله بهذا الخير يراد به بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتشييد مباني الإسلام وهدم قواعد الكفر والضلال وتكسير الأصنام وترك وأهل البنات وما أشبه ذلك من الكفر والضلال. فجعلنا الله بهذا الخير والذي يترتب عليه الأمن ويترتب عليه حمل الناس على مكارم الأخلاق ونيل لذات الدنيا المباحة وإن كانت ثانية مع السعي في أسباب اللذات الأخرى والخلود في الجنة العالية الباقية إلى غير ذلك من منافع الإسلام العاجلة والأجلة. فكل ما يترتب على بعثات النبي صلى الله عليه وسلم من الخير في الدنيا والآخرة داخل في قوله: فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير يعني بعد هذا الخير الثابت من شر؟ يعني كما كان الشر قبله في زمن الجاهلية، الشر الأول وشر الجاهلية، الشر الثاني يعني الشر ثم خير ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر يعني كالشر الذي كان قبله في زمن
الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قيل إن هذا الشرف الأول يعني إيه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا بالنسبة للجاهلية هو شرف ثاني، لكن مثلا الشرف الأول يعني منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنها الفتن التي وقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقيل إن هذا الشر الأول، قول آخر إن الشر الأول هو طائفة المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أبي داود قلت فما العصمة، قلت فما العصمة يعني هذا الشر الأول. قال السيف، يعني السيف يعني أن تقاتلهم به، وهذا حصل من الصديق رضي الله تعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام لما قال لحذيفة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. لماذا؟ لأن وراء كل كمال زوالا إلا كمال ذي الجلال والجمال سبحانه وتعالى. أي شيء ما دام الثمن لابد مع ذلك سنة الله أنه يؤول إلى الـ يعني الانحرار والنصارى. ولذلك بكى عمر رضي الله تعالى عنه فيما أحسن، بكى حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سئل عن سبب بكائه لما نزلت هذه الآية قال: إن ما دام الثمن الذي يأتي بعد أكثر سيكون إيه؟ النقصان وبداية الاضمحلال. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فلا أنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل يعني من خير إيه؟ من خير ثان. قال نعم وفيه دخل. قال نعم وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يأتون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قوله رضي الله تعالى عنه: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. قيل إن هذا الشر هو ما وقع، يعني إن هذا الخير الثاني هو ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا هو الخير الثاني بعد الشر الأول، الخير الثاني وهو خلافة عمر بن عبد العزيز الخامس الخلفاء الراشدين رحمه الله تعالى. وقيل بل هو زمان خلافة علي رضي الله تعالى عنه، حينما اجتمعت الأمة بعد مقتل عثمان وما حصل من الفتن، فهو زمان خلافة علي خير. لكن هذا الخير فيه دخل، الدخل الذي فيه هو الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ونحوهم. وكل الشر التالي بعد ذلك هو زمان الذين يلعنونه على المنابر. قال نعم وفيه دخل، وفيه دخل، الدخل هي الكدورة، الكدورة واللون الذي يضرب إلى السواد، يميل إلى لون السواد، فيكون فيه إشعار إلى أنه صلاح مشوب بالفساد. وفيه دخل يعني هو خير لكن فيه ما يكدره. وهذا التعبير وفيه دخل فيه تشبيهه بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر، فالظاهر الصلاح وهناك فساد باطل. قال نعم وفيه دخل، فإذا الدخل هنا المراد به الفساد والاختلاف، وفيه إشارات إلى كدر الحال، فالخير فيه ليس خالصا بل الخير فيه كدر، والمراد منه أنه لا تصف القلوب لبعضها كما كانت عليه من الصفاء من قبل. قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية قال يستدلون بغير سنتي. يهدون بغير هدي يعني يدلون
بغير طريقتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم امورا هي من ديني ومن سنتي صلى الله عليه وسلم، وتنكر يعني ما يخالف الدين. قيل ان المقصود تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف امور كما قلنا الذي يهمل الدين وتنكر ما يخالف الدين. وقيل المقصود بالامر، المقصود بذلك الامر، تعرف وتنكر يعني هي خبر لكن يراد بها الامر، يعني اعرف منهم وايه؟ وانكر، يعني اقبل ما تعرفه لانه من المعروف، وانكر يعني دع ما تنكر مما يخالف الشرع. وقيل ان هؤلاء القوم المشار اليهم في الحديث هم الامراء الذين ولوا بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فكان فيهم من يتمسك بالسنه، وفيهم من يعمل بالبدعه او يدعو الى البدعه ويعمل بالجور. وفي روايه ابي داود قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال له ذلك 3 مرات، يا حذيفه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ هل بعد هذا الشر خير؟ قال بذنه على دخن وجماعه على اقلاء فيها او فيها. قلت يا رسول الله البذنه على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب اقوام على الذي كانت عليه. هذه روايه ابي داود تفصل اكثر روايه البخاري، لانه قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنوه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. روايه ابي داود قلت يعني في روايه ابي داود قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال يا حذيفه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ يعني كرر السؤال ثانية. قال بدنة على ذهب، بدنة يعني صلح، صلح يقع بين الناس لكن على بقايا من الضرر، الضرائب في الصدور تبقى يبقى شيء منها، بدنة على ذهب وجماعة على أقلاء فيها أو فيهم، وجماعة على أقلاء يعني جماعة كائنة على أقلاء، والقلاء هو ما يقع في العين والشراب من غبار ووتر. وجماعة على أقلاء فيها أو فيهم، يعني أنهم يجتمعون لكن على أبواب مختلفة أو عيوب مختلفة، على أبواب مختلفة أو على عيوب مختلفة، يعني مجتمعون لكن القلوب فيها ما فيها. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه، يعني لا ترجع إلى الصفاء عن الحقد والبغض كما كانت من قبل سالمة منهما. ثم يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ الخير الثاني اللي هو فيه لغة. فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها؟ قال كوبوا فيها. دعاة على أبواب جهنم، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم. أبواب جهنم هي التلبيس والضلالات الذي من اتبعها فإنه يكون مصيره دخول جهنم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا باعتبار ما يؤول بالإلحاد. كذلك دعاة على أبواب جهنم يعني على دعاة إلى مذاهب ومناهج تؤدي من أجابهم إليها إلى يعني الوقوع في جهنم، من أجابهم إليها قال يفوق فيها. فإذا هذه العبارة شرح لما قبلها.
تعاتب على ابواب جهنم، من ادابه اليها فلا تؤتي جهنم يعني قربه فيها، ومن ادابه اليها يعني الى الضلاله التي تؤدي الى دخول جهنم. فاذا جعلوا دعاه على ابواب جهنم اعتبارا بالمآل، بالمآل كالآية التي ذكرنا وقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وفي رواية لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين قلوب الشياطين في جثمان انس. هذه في مسلم: يكون بعد الائمه لا يهتدون بهداي يعني بالعلم الذي علمته الناس، ولا يهتدون بسنته، هذا هو العمل والسيره. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، الى اخر الحديث. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين اي مثل او كقلوب الشياطين في الظلمه والقساوه والوسوسه والتلبيس والاراء الكاسده والاهواء الفاسده. وفي روايه ابي داود: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنه عمياء صماء عليها دعاة على ابواب جهنم. فان تمت يا حذيفه وانت عارض على ذل خير لك من ان تتبع احدا منهم. هذه روايه ابي داود ايضا تفسر روايه البخاري. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنه عمياء صماء. فتنه عمياء صماء يعني مظلمه لا يظهر الحق فيها. يعني تختلط الامور على الناس. فتنه عمياء صماء يعني مظلمة لا يظهر الحق فيها. وصفها بأنها عمياء لأن الإنسان يعمى فيها عن رؤية الحق. وصماء يعني لأن أهلها يصمون عن أن يسمعوا فيها كلمة الحق والنصيحة لكونها تأتي على غرة. فتنة عمياء صماء تأتي على غرة لا مخرج منها ولا مستغاث إلا ما شاء الله. فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم. عليها دعاة، دعاة جمع داع، أي جماعة قائمة بأمرها وداعية للناس إلى قبولها. عليها دعاة يعني دعاة قائمون على الدعوة إلى هذه المذاهب والمناهج التي تؤدي إلى دخول جهنم. دعاة على أبواب النار، دعاة على أبواب النار. طبعا هذه الجملة حل، يعني كأنهم كائنون على شفا درك من النار يدعون الخلق إليها حتى يتفقوا على الدخول فيها، حتى يتفقوا على الدخول فيها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإن تمت يا حذيفة وأنت عاط على جذل، وأنت عاط هذا التعبير كان مقصود الكناية عن إيه؟ الأخذ بقوة. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاط يعني آخذ بقوة على جذل يعني على أصل شجرة، يمسك جذل الشجرة ويعضه اقتناع شدة التماسك يعني. والمقصود بهذا التعبير إيه؟ اختيار العزلة والهروب عن من الجدل والاختلاف. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، يعني من أهل الفتنة ودعاة هذه الفتنة. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله صفهم لنا، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله صفهم لنا، لا أفهم من الجواب المقصود من السؤال. صفهم لنا يعني هل هم منا أم من غيرنا؟ هل هم منا معشر المسلمين أو العرب أم هم من غيرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا، والجلدة أخص من الجلد. هم من جلدتنا يعني من أنفسنا وعشيرتنا، يعني أنهم من العرب
أو يدي الذي يعني من أهلي من لذنة. وجلب الشيء ظاهره وهو في الأصل غشاء البدن. ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني أنهم يتكلمون العربية مثلنا، وقيل يتكلمون بألسنتنا المقصود بها يتكلمون بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المواعظ والحكم، وليس في قلوبهم شيء من الخير، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يقول هنا: قلت يا رسول الله صدقكم لنا، فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هؤلاء ما قاله في الأولين. في الأولين قال إيه؟ تعرف منهم وتنكر كما قالت في من قبلهم، فدل على أن هؤلاء على غير الحق، يعني ليس ممن خلط عمل صالح وأثر سيئة، وإنما لا خير فيهم ولا شيء عندهم بخلاف الخير الذي كان بخلاف الحال في من كان قبلهم. فهذا يدل على أنهم على غير الحق. تعرف منهم ولم يكن تعرف منهم. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالتف جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فما تأمرني، يعني ما تأمرني أن أفعل به فيهم إن أدركني ذلك، أي ذلك الزمان. فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم. طبعا من المخاطب هنا؟ المخاطب هو من أدرك زمان الشر الثاني، ولا يقتصر على حذيفة، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه بفراسته ويعني نبهته، هو في الحقيقة كان يبدي لنا نحن هذه الخدمة العظيمة حينما يتحرى ويعني يستخرج من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الهدي المحمدي إلى وجه الإنسان وعاش مثل هذه يعني الأزمان وهذه الفتنة. فالحذيفة ربما كان يحمل همنا نحن الذين سوف يأتون بعد قرون وأجيال ويحتاجون فعلا إلى يعني إلى دلالة وهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل تلك الأزمنة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين، تلزم يا من أدركت زمن الشر الثاني، ولا يقتصر خطابنا على حذيفة رضي الله تعالى عنه. تلزم جماعة المسلمين يعني تلزم طريقة جماعة المسلمين، وتحضروا جمعتهم وجماعتهم وإمامهم، يعني بجانب البقاء ضمن جماعة المسلمين أيضا ترعى إمامه وتتابعه وتساعده وتسمع له وتطيع. هذا الحديث بوب له الإمام النووي رحمه الله تعالى باب وجود ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. في رواية أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت على أرض بجذل شجرة. إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت على أرض بجذل شجرة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض، يعني خليفة للمسلمين، وإن كان من صفته كذا وكذا، يعني خليفة حتى لو كان هذا خليفة ظالما أو فاتقا عاملا بالمعاصي، فإنه يطاع لكن في غير معصية الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا التفسير الصفات التي ذكرت بعده، لأنه قال: إن كان الله تعالى خليفة في الأرض، قلنا في شرحها إيه؟ وإن كان من صفته كذا وكذا، أنه ظالم أو فاسق أو عاصي إلى أن نحكم له ذلك. بدليل قوله: إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك، يعني ضرب ظهرك بالباطل وظلمك في نفسك وأخذ مالك
أي بالغصب، أو أخذ مالك يعني ما لك من النصيب حقك وحظك، فأطعه ولا تخالفه لئلا تثور فتنة. إن كان لله تعالى خليفة في الأرض فضار بقرا وأخذ مالك فأطعه، وإلا يعني إن لم يكن هناك خليفة فمت وأنت عار بجذع شجرة، وإلا فمت وأنت عار يعني آخذ بقوة وماسك بشدة بجذع شجرة. وقول هنا فمت وأنت عار يعني مثل قولهم موتوا قبل أن تموتوا. كيف موتوا قبل أن تموتوا؟ يعني بالعزلة، لأنها تشبه الموت، يعني إنه يعمل عن الأحياء اتقاء للفتن. ولذلك يقولون في السجون يصفون هذا أنها إيه؟ قبور الأحياء. قبور الأحياء يعطل الإنسان عن الخروج للحياة والاحتكاك بالناس إلى غيره. فمعنى موت قبل أن تموت يعني هذا أمر لإيه؟ في العزلة، في حالة شيوع الشر والفتن والفساد. فهنا قوله وإلا فمت وأنت عار بجذع شجرة، فيعني كأنه عبر عن الخمول والعزلة بالموت. فإن غالب لذة الحياة إنما تكون بالشهرة والغلطة والجلوة، الخروج للناس والاحتكاك بهم، لأن الإنسان مدني بطبعه. فإذا قام هذه الفطرة في سبيل دينه واعتزل الناس كلهم اتقاء شرهم وفتنتهم إياهم في دينه، كأنه يقول قد تعجل الموت، لأن لذة الحياة في الاختلاط بالناس والانتجاب من ذات الفطرة في أن الإنسان مدني بطبعه. وإلا فمت وأنت عاض كما قلنا يعني آخذ بقوة وماسك بشدة بجذع شجرة، جذع اللام يعني أصل الشجرة، أي أخرج من الناس إلى البوادي، إلى البوادي وكل فيها أصول الشجر وكبدها، يعني حتى لو أدى الأمر تأكل أصل الشجر تأكل منه وتعيش عليه وتتقوت به. ونام على الأحجار، والجذع عود ينصب لتحتك به الإبل. نعم، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة يعني جماعة متفقة، ولا إمام أي أمير يجتمعون عليه. وطبعا هذا الاحتمال وهذا السؤال يحتمل فقدهما أو فقد أحدهما. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإذا هنا باحتمال فقد الجماعة لا جماعة ولا إمام، أو فقد أحدهما، يعني توجد جماعة ولا يوجد إمام، أو يوجد إمام ولا توجد جماعة، وكان هذا الاحتمال يعني مجرد فرض نظري. هذا الحديث كما هو مشهور بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله طبعا في كتاب الفتن، قال كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ ما يعرف جماعة؟ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ كمل كمل يا ربي. فاعل مرفوع بالضمة لأن هو هنا إيه؟ فاسم كان فاعل، كان هنا ثابت مع التواجد يعني. كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ إذا لم توجد جماعة، وقف الجماعة كلها فاعل. يقول الحافظ كان تاما، والمعنى ما الذي يفعله المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة. قال فاعتزل. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، كما قلنا ولا إمام يعني لا جماعة متفقة ولا أمير يجتمعون عليه، فإذا هذا السؤال يحتمل فقدهما أو فقد أحدهما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعط بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
قال اعتزل تلك الفرقة كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها. طبعا الفرقة كلها هنا المقصود الفرق الضالة، المقصود الفرق الضالة الواقعة على خلاف الجادة والمنحرفة عن طريق أهل السنة والجماعة. ولو أن تعرض بقتل شجرة، يعني ولو كان الاعتزال لا يتم إلا بأن تعرض تمسك بأصل شجرة، يعني تمسك بما يصبرك وما تقوى به على اعتزالك، ولو بما لا يكاد يصلح أن يكون متمسكا، أي اعتزل اعتزالا لا راية بعده، ولو قنعت فيه بعرض أصل الشجر فافعل فإنه خير لك. ولو تعرض لأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي وأنت على ذلك الاعتزال، أو وأنت على ذلك العرض، أو وأنت على ذلك الخير. و يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبري لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتذر الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع بالشر. فإذا كما نلاحظ الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني حمل الحديث على إذا ما حصل افتراق في الأمة ولم يجتمعوا على تأمير يعني أمير، فإذا كان هناك أمير فينبغي الاجتماع على طاعته، ومن نكث البيعة فقد خرج عن الجماعة. لكن إذا لم يوجد إمام وافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في حال الفرقة وحال الفتنة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. أي نعم. طبعا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرقة كلها. الحقيقة حديث خليفة طالما ظلم، حديث خليفة طالما ظلم وأسيء فهمه ويترتب على ذلك يعني شر كثير. نحن نحتاج أن نتوقف ما المقياس الذي نحكم به أو المعايير التي نحكم بها على أن هذه المجموعة هذه الفرقة هي من الفرق النارية أفضل. لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرقة كلها. ما المقصود بالفرق؟ وكما ورد أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: واستفتاء امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحكم على مجموعة من أو فرقة بأنها فرقة نارية يكون بأحد طريقين. الأول أن تتحزب هذه الفرقة على أصول أو قواعد كلية في الدين تخالف ما عليه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. اللي هي البدع اللي ناقشناها من قبل، بدع اللي إيه؟ ارفع صوتك. مكفرة. الكلية، مش احنا قلنا ان البدع من ضمن اقسامها بدع كلية وجزئية. البدع الكلية تكون قاعدة اصل يتحكم اليه، فلما يكون اصل هو قانون يتحكم اليه وهذا الاصل مخالف للشريعة او مبتدع يترتب عليه، لانه اصل وقانون يترتب عليه عنوان ومخالفات بعدد يعني ايه من الجزئيات غير قليل، لان القاعدة لما يتحكم اليها يترتب عليها مخالفات كثيرة جدا، لكل من تحكم إليها سوف يقع في معاناة للشرع بوجهنا. فإذا هذا هو الأساس الأول أو الطريقة الأولى، أي فرقة تحزبت على أصول أو على قواعد كلية في الدين تخالف أصول أهل السنة والجماعة فهي تستحق لقب فرقة. كأي فرقة تذكرونها من الخوارج مثلا حينما قالوا بتكفير مثلا المرتكب الكبيرة مثلا أو المصر عليها إلى آخر هذا الكلام وتكفيره في جهنم، وضلالات يعني شتى أنواع مثلا الشيعة الرافضة أو المرجعة أو الخوارج أو هؤلاء أجمعين، كل واحد يكون له قاعدة يتحكم إليها وتكون القاعدة مخالفة للشريعة، وبالتالي يتحكمون في الشرع بقاعدتهم بدل أن يتحكموا إليها.
فبالتالي يكون المخالفات الجزئيه كثيره جدا بسبب التحكم بهذه القواعد المتبعه. الطريقه الاخرى للحكم على فرقه بانها فرقه ناريه ان تكثر المخالفات الجزئيه المحترمه، يعني تقع هذه الفرقه في مخالفات ومصادمه للشريعه في قضايا جزئيه ليست كليه في القواعد التي كلنا ذكرناها انفا، لكن هناك مخالفات جزئيه لكنها كثيره كثره يحصل بها من معارضه الشريعه ما يحصل من القواعد الكليه الشاذه التي سبق الاشاره اليها. لكن امر مهم جدا انه لا يحكم على جماعات بانها فرقه بسبب الخلاف في قضايا الفروع او في بعض المسائل الاجتهاديه. واضح؟ مجرد الخلاف في المسائل الاجتهاديه او الفقهيه الفرعيه لا يحكم على المخالفين بانها فرقه يعني ضلوا. الا ان الفرق الضاله عموما لها سمات عامه تميزها وتكشفها حتى لا يلتبس احدها على احد. من ابرز سمات الفرق الضاله والتي يصدق عليها وصف التطرف، يعني كما قلنا مرارا كلمه التطرف تستلزم وجود وسط وطرفين، وسط وطرفين. فالوسط هذا هو الاختلاف. الطرفين اما غلو واما جفاء، افراط او تفريط. فمثلا في قضايا القدر اهل السنه وسط بين الجبريه وبين القدريه في قضيه المعاصي والكبائر وهذه الاشياء. مسائل الايمان اهل السنه وسط بين من؟ بين المرجئه وبين الخوارج وهكذا في عامه مثلا في الاسماء والصفات اهل السنه وسط بين المجسمه المشبهه وبين المعاطله والمؤوله. اذا لابد كلمه التطرف لا نستعملها الا اذا اتفقنا على الوسط. ايه هو الوسط؟ يبقى من حال عنه يمنه او يسرى هذا هو الذي متطرف. تعريف التطرف او المتطرف الوحيد، التعريف الوحيد الصحيح للمتطرف هو كل من ليس مسلما من اهل السنه والجماعه. كل من ليس مسلما من اهل السنه والجماعه متطرف. لاننا عندنا الميزان وكذلك جعلناكم امه وسطاء. ولاننا اوسط الامم معدلوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاذا الوسط هو ما كان على هو دين الاسلام ومنهج اهل السنه والجماعه. فالوسطية وسطية عامة وسطية خاصة، وسطية عامة هي وسطية الإسلام بين الأديان الأخرى كلها. وداخل دائرة الإسلام وسطية أهل السنة بين الفرق الضالة. فإذا المتطرف كل من حاد عن دين الإسلام فهو متطرف. واضح؟ كل من لم يدخل في دين الإسلام بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متطرف. بغلو أو جفاء. غلو كغلو النصارى او جفاء جفاء اليهود مثلا وهكذا. هؤلاء كلهم مستمرون. فما ينفعش اذا يقال في بعض النشرات الكبار قامت مجموعه من اليهود المتطرفين بالفعل بعمل كذا وكذا. يعني مفهوم الكلام ان في يهودي لا يكون متطرفا. لا، لا يمكن ان يكون يهودي معترف ابدا. كل يهودي متطرف لانه انحرف عن دين الاسلام. فاذا المعتدل هو من كان مسلما من اهل السنه والجماعه. واضح؟ لا نريد ان نفصل في هذا فقد تكلمنا عنه مرارا من قبل. من سمات او سمات الفرق الضاله اولا سمه الغلو في الدين. الغلو في الدين كما قلنا الغلو او الجفاء اللي هو التطرف. واضح؟ كحال الخوارج مثلا مع امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. كما ذكرنا قضية الإيمان، قضية الإرجاء، قضية الفرق بين الخوارج والمرجئة أو القدرية والجبرية إلى آخره. فدائما أهل البدع أو الشرع النارية تكتفي بسمة الغلو يمنة أو يسرى كما ذكر. أيضا من سمات الفرق الضالة التعصب والبغي على المخالف في التكفير والتفسيق. هذه معروفة جدا من سمات الفرق الضالة انه دايما يكفرون مخالفا. اما اهل السنه فيعني يظهرون الحق وايه؟ ويرحمون القلب. لان التكفير ده حكم شرعي، ما ينفعش ان واحد اذا ظلمك انه كفرك ان تقابله بالمثل. كما كفرني فانا ارد عليه بالتكفير لمجرد انني اريد ان اقابل اذيته باذيه المستويات. لا يجوز، هذا حكم شرعي.
فلما يكن كافرا فانت يكون حق غلبا واضح. وين اساء في ظلمك؟ كل شيء في الاسلام. اولى سمات الفرق الناريه الغلو في الدين كما ذكرنا. السمه الثانيه التعصب والبغي على المخالف بالتكفير والتفسيق. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعالى على موافقته في القول او الفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. واذا تفقه الرجل وتادب بطريقه قوم من المؤمنين مثل اتباع الائمه والمشايخ فليس له ان يجعل قدوته واصحابه هم العيار فيوالي من يوافقهم ويعادي من يخالفهم. فينبغي للانسان ان يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاجر وكمائل القلوب تظهر عند المحن. فهذا طبعا من البلاء المستطير ان انسانا يعني يبالغ في شخص معين او زعيم او كبير جماعه معينه ويظل يعني يغلو فيه وليس هذا حسب بل يوالي ويعادي فيه ويرفعون غايه ان من لم يكن معنا فهو حتما علينا. فيحصل البغي والعدوان هذه احدى سمات الفرق الضاله، احدى سمات الفرق الضاله. من سمات الفرق الضاله عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسده. يعني طبعا لان هدف الغالب ينبني على انهم يحصرون جماعه المسلمين في جماعتهم. نحن جماعه المسلمين ولا يقولون نحن جماعه من المسلمين. فيترتب على ذلك يعني تبديع المخالف على الاقل او تكفيره كما حصل طبعا من جماعه ما يسمى بجماعه التكفير والهجره التي كانت تسمي نفسها ايه؟ جماعه المسلمين. يعني ان من لم يتبع في الجماعه فهو ايه؟ خارج من دائره الاسلام واستحل الدماء والاعراض كما الفصائل التي حصلت عنه معروفه. فاذا من سمات الخلق الضاله عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسده. ان لم توافقني فانت كافر. وربما استغلوا بعض العبارات كقولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا من لم يكفر الكافر المقصود اذا اردنا ان نفهم هذا الكلام فهما صحيحا يعني الكافر الذي قام على كفره دليل قطعي. لكن مختلف في تكفيره او اصلا من ليس بكافره تحاول ان ترهب الناس وتخوفهم وتضطرهم اضطرارا الى موافقتك برفع مثل هذا السلاح سلاح من لم يكفر الكافر فهو كافر. طبعا الكافر في زعميه هو. فهذه احدى سمات الفرق الضاله عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسده. من سمات الفرق الضاله الوقيعه في علماء الامه. هناك عداء مستحكم بين يعني الفرق الضاله وبين علماء اهل السنه والجماعه. طبعا هذا شيء متوقع. لماذا؟ لان هؤلاء هم الذين يكشفون ضللا فلذلك يصل الامر في وسط الخط الى قتل يعني العلماء. فمن سمتهم الوقيعه والتطاول على علماء الامه ويعني اذيتهم بشتى انواعها. ولذلك قال السلف من علامات اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر. من علامات اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر يعني اهل الحديث. وقالوا ايضا من علامات اهل البدع تسميتهم اهل الاثر والحديث الحشويه او المشبهه او النواصب او الجبراء ونحو ذلك من هذه الاسماء. بخلاف اهل الحق. اهل الحق على النقيض من ذلك يعدون تعظيم علمائهم من تعظيم شعائر الله. لأنه إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي كما قال العلماء. من سمات وخصائص الفرق الضالة ظاهرة الانشقاقات الداخلية، الانقسام الداخلي. فنجد الجماعة الوحيدة طبعا لأنها قائمة على الهوى. لا يريدون أن ينشقوا بعضهم على بعض وتحصل التضارب بين الأهواء وتفرق مضطرد باستمرار. فالمعتزله مثلا انقسموا او انشقوا الى 20 فرقه. الشيعه انقسموا الى ثلاث فرق الغلاة
والزيدية والإمامية. الغلاة انقسموا بعد كده إلى 18 فرقة. الزيدية انقسموا إلى 3 والإمامية كانت معروفة. الخوارج انقسموا إلى 6 فرق. ثم انقسموا بالتالي بعد ذلك إلى 20 فرقة. المرجئة انقسموا إلى 5 فرق. فهذا من خصائص الإيه؟ لذلك أهل البدع والإيه؟ والافتراق. هذا شيء من لوازم البدع. لابد الافتراق لأنه البدع هوى والأهواء تختلف. نعم، إنما الوحي يأتلف به الناس، ولذلك دائما ما يأتي في الوحي في مقابلة الهوى، ها؟ الأمثلة كثيرة، ولذلك يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فكل تول وإعراض عن يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه الافتراق، ولذلك لما تنافى الرسول عليه الصلاة والسلام بافتراق الأمة، قال إيه؟ فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي. لماذا؟ لأن السنة هي التي تداوي داء الفرقة وتجمع المسلمين. أما البدعة فهي التي تفرقهم. ويقول الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء، أي مختلف. فإذا هذه غيرا من سمات وخصائص الفرقة، الفرق الضالة. نذكركم بالحديث من بدايته، حديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من ادابهم اليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صدقهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا هذا الحديث هو من أعلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما اشتمل عليه من خبر الشر والخير من جملة المغيبات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سوف تقع، فوقعت كما أخبر، وهي كثيرة كما قال الشيخ عبد القادر الشنقيطي في نظمه المسمى الواضح المبين، قال: وكم من المغيبات ذكر فبعضها مضى وبعض سيرى، وكم من المغيبات ذكر فبعضها مضى وبعض سيرى. إذا حاصل هذا الحديث أن هناك بعد الخير الذي وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم هناك شرا خالصا وهو الشر الأول، ثم خير وفيه دخل، ثم شر خالص. الشر الأول اللي هو شر خالص أوله قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمرت الحروب بعده حتى في زمن أفاضل الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه، إلى أن سكن هذا الشر بتنازل الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، فسكت الشر وثبت أمر الإسلام على الخير. فشر خالص ثم يعقبه خير وفيه دخل، يعني خير غير خير غير خالص، شر خالص يعقبه خير فيه دخل. وقيل هو زمن أمراء بني أمية وبني عباس، وإن وقع فيه شرور كقتل الحسين والقول بخلق القرآن. يعني هنا في الأمر الجسمي، لأن بعض الناس حينما تتناول التاريخ الإسلامي إن لم تكن الحقبة التاريخية محل البحث أو الدراسة إلا تكن تماما موافقة لعهد الخلافة الراشدة، فيعني يشطب عليها تماما.
وينظرون إليها بالذراع. لا، العبرة بإيه؟ بالمسألة النسبية، الخير النسبي. فحتى الرسول قال خير وفيه نعم، لكن الأصل فيه إيه؟ أن الغالب الخير. فعملية بث التاريخ الإسلامي بالذات في عهد الدولة الأموية والدولة يعني العباسية فضلا عما يأتي بعدها، ودي كانت ظلمات بعضها فقراء، لا هذا غير صحيح، هي كان فيها خير. حتى في أضعف مراحل الخلافة الإسلامية كان الخير أكثر، وإلا فهل أوضاع المسلمين الآن قارن بينها وبين حتى الأوضاع في الخلافة العثمانية التي كانت يعني فيها مناخ كثيرة جدا، لكن مع ذلك كان هناك خير. الآن طبعا الحال يعني لا يرفع. إذا هذا نتعلم منه الإنصاف عند الحكم، قول الرسول خير وفيه نظر. نعم. فزمن الدولة الأموية واضح، والدولة العباسية حتى هو خير، حتى وإن وقع فيه شرور كثيرة، من الشر الذي وقع مثلا قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فتنة القول بخلق القرآن، ومحنة الإمام أحمد وغير ذلك. فهذا كله من الشر الذي يتخلل أوقات الخير. حتى إذا من طار دولة بني العباس جاء الشر الخاص. يعني هذه الفترة، فترة الأموية والعباسية، كان إيه؟ خير فيه دخل، ثم تبعها لما انقرضت او انقرضت الدوله العباسيه شر خالص، وهذا هو زمان الشر الثاني الذي وصف دعاته بانهم دعاة على ابواب جهنم، حيث تفرق اهل الاسلام. وفي هذا الزمن كانت سلاطين ال عثمان بالمشرق، وسلاطين الاشراف بالمغرب، ومن قرار سلاطين ال عثمان كثر الالحاد واختلفت الابواب وتلاطمت امواج البدع والضلال كما هو يعني معلوم. ففي هذه الحاله ينبغي الانسان ينتقل كل اهل البدع والضلال والفرق الجاهليه ويثبت على الحق على عقيده سليمه وديانه مستقيمه. قد يسال بعض الناس او قد يريدون على هذا الحديث يعني ما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الطبراني: امسي خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعه. وحديث الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء اقوام تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. الجواب عن ذلك ان المقصود بالتفضيل مجموع العصر على مجموع العصر. مجموع العصر على مجموع العصر، يعني مثلا مجموع عصر الصحابه أفضل من مجموع عصر التابعين، ومجموع عصر التابعين أفضل من مجموع عصر تابعي التابعين. فالتفضيل المقصود به إيه؟ مجموع العصر على مجموع العصر الذي يأتي بعد. إذ لا يخفى أن عصر الحجاج ابن يوسف الفاسق كان فيه كثير من الصحابة الأحياء انقرضوا في عصر عمر ابن عبد العزيز. والزمان الذي فيه الصحابة لا شك أنه خير من الزمان الذي خلا منهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، إلى آخره. والمقصود بالشر الأول في الحديث ذكر الحرب والشرور بين المسلمين واختلاف كلمتهم ولو كانوا صحابة. والمقصود بالخير فيه هو نزول الحق واتفاق كلمة المسلمين على إمام واحد ولو جائرا، وجوع والفتن التي تحصل في أيامه هي الدخل المذكور في الحديث. والمقصود بالشر الثاني فيه عدم اتفاق الكلمة على إمام واحد، وكثرة الدعاة إلى الباطل والبدع، وهذا هو الزمان الذي أمرنا فيه باعتزال جميع الفرق التي توجد فيه. هذا الحديث له تعلق كبير بمفهوم الجماعة.
طبعا البحث عن الجماعه والزوم هذا امر يعني ثابت في القران والسنه الشريفه. كقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: الجماعه. والمقصود طبعا الجماعه ليس اي جماعه، الجماعه التي تجتمع على كلمه الحق، لانه بدون هذا الضابط الجماعه التي تجتمع على الحق لا يكون الاجتماع صحيحا. يقول تعالى: واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هل يؤخذ من هذه الآية يعني تحريم الاختلاف في الفروع؟ لا، لا يصح، لا يصح الاستدلال بهذه الآية في الإنكار على من يخالف في الفروع الفقهية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لماذا؟ لأن الاختلاف هو الذي يتعذر معه الائتلاف والاجتماع، هذا هو الاختلاف. الاختلاف الذي يتعذر معه الائتلاف والاجتماع. هل المسائل الاجتهاد يتعذر معها الائتلاف والاختلاف والاجتماع؟ لا طبعا، بدليل ان اجتهادات الصحابه واختلافاتهم في الامور الفقهيه يعني كثيره جدا. فما زال الصحابه رضي الله تعالى عنهم يختلفون وهم مع ذلك متآلفون. متآلفون، يعني اذا اهل الحق ان اختلفوا فانهم يختلفون اختلافا لا يضرهم. كالاختلاف في الفروع. اختلاف لا يضرهم. واضح؟ يقول الله تعالى: انما المؤمنون اخوه. فهذا حث على التآخي وعلى التحابي في الله. ولذلك كان اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكاثر دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طبعا هذه الموالاه ضعفت في زماننا، اولا بسبب التفرق الى شيع واحزاب وفرق يوالى ويعادى عليها، وايضا بسبب التنافس على الدنيا، لان التنافس على الدنيا يورث التحاسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل فقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فيعني تنافسوا فيها الى اخر الحديث. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هل يراد اصلحوا ذات بينكم في امور الدنيا؟ اصلحوا ذات بينكم لا تتعاركوا على الشراء والمواريث والنكاح والبيوع الى اخره، بصفه اساسيه اصلحوا ذات بينكم هي اهم من ذلك، واول ما تشمل امر الدين. واصلحوا ذات بينكم، وهذا المفهوم في غايه الاهميه، انتبهوا له جيدا. واصلحوا ذات بينكم اساسا اصلحوا ذات بينكم بالائتلاف في العقائد والسلوك والعبادات. فالاصلاح هنا اصلاح ذات البين. طيب هل اصلاح ذات البين اذا عاش الانسان في مجتمع وجد فيه عده فرق ضاله، فرق ناريه، شيعه او في مناطق خوارج قدريه الى اخره. هل اصلاح ذات البين بانه نعمل ميثاق شرف وكل واحد على دينه الله يعينه كما تقول الشوام؟ لا، يعني الاصلاح ذات البين في هذه الحاله ليس له الا طريق واحد، وهي ان يتم الائتلاف على الكتاب والسنه بفهم السلف وعلى منهج اهل السنه والجماعه. مش ان كل واحد يتنازل يا جماعه شويه عن مذهبه ويخف شويه في الكلام بتاعه علشان يحصل كلمه. هذا كلام عاطفي اهون، لا يمكن ان يصدر من يعني عائل محقق، لكن ينظر دائما للناس اللي هم يحكمهم الحماس والتجميع العاطفي بين الناس. فاصلاح ذات البين هذا لا يكون على حساب الحق، فهو تجمع على الحق وليس اجتماعا على حساب الحق. فلا يمكن ان يقرر المجتمع على تبعات غضبك، وانما يعني يدفع دفعا الى ان يلتئم في عقيده ومنهج اهل السنه والجماعه. فإذا مقارعة البدع ومحاربة المبتدع والإنكار عليهم هذا ليس من إفساد ذات البين،
وليس تفريقا للمسلمين كما يقول بعض البسطاء والسذج لاصحاب المنهج الحق، انتم تفرقون المسلمين. هو في نوع من التفريق مطلوب؟ الم ياتي في صفه النبي عليه السلام ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، واتى ليفرق بين المرء وابيه والمراه فيه على اساس العقيده. فهذه التفرقه مقصوده ليميز المرء الخبيثه من الطيب. ففي تفرق مقصود، وهو ان يعني يترك الانسان الباطل وينحاز عنه الى يعني الحق. واضح؟ يعني ليس مفهوم اصلاح ذات البيت يعني لما يكون الانسان عايش وسط بلا عشره الله، انما يتم اصلاح ذات البيت بدعوات الى الحق واضح ومجاهدتهم في بدعهم، هذا هو اصلاح ذات البيت. ولذلك يذكر العلماء امثله لاجتهاد علماء اهل السنه والجماعه في اصلاح ذات البيت، مثلا ما فعل سيدنا عباس رضي الله تعالى عنهما حينما ذهب الى الخوارج في عقر ذاتهم ليناظره ويزيل شبهاتهم. هل هو في هذه الحاله كان يصلح ذات البيت؟ يختلف المسلمون جميعا على الحق. واضح؟ فهذا سعي في اصلاح ذات البيت، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم بهذا المعنى الصحيح. كذلك مثلا ما فعل الامام احمد رحمه الله تعالى مع المعتزله مع المأمون وابي دؤاد وغيرهم، هذا اصلاح وسعي في اصلاح ذات البيت. ما فعله الامام عبد العزيز الهلالي حينما سافر من مكه الى العراق بمجرد سماعه خبر ظهور بدعه بشر المدرسي وما معه. ما فعل ابن تيميه بمقارعه اهل البدع واتقان ودليلهم ودعوتهم الى الحق، هذا اصلاح ذات البين وليس تفريقا للمسلمين كما يدعو اليه السذج والبسطاء. اذا اصلاح ذات البين يكون بنشر العلم النافع باقامه الحجه على الناس، فان ذلك هو من افضل وسائل اصلاح ذات البين لسبب بسيط جدا وواضح، وهو هذا انقاذ لهم من النار، وهذا احسان الى هؤلاء المبتدعه كي يعني لا يضلوا ويضلوا الاخرين، فيكون ذلك في ميزان يعني سيئات. على الجهه المقابله جاء ايضا ذم الفرقه والتحذير منها كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. معروف ابن عباس فسر هذه الايه: تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدع والافتراء. فانما هلك من كان قبلنا بالمراء وبالخصومات في الدين. ويقول تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مفيش بقى حاجه اسمها يعني ان نوحد السبل وان السبل تتكاتف، هذا التوحد لن يملك ان ايه يحصل منه ضرب، اللي هو اللي يكون تجمع على كتاب الحق وياخذ الموضوع من ناحيه عاطفيه حماسيه على حساب الحق، كان ان كل واحد يعني هو اللي اسس المذهب بتاعه مش مأخوذ من الدين. فبالتالي اذا كان اللي يقبل دايما الخلاف اهل الباطل، يعني لما نابليون مثلا اعلن اسلامه هو سهل عليه لانه اصلا ما عندوش دين، ليس عنده دين حتى يعود عليه من طريقه، ما فيش مشكله يظهر للمسلمين الاسلام ويدور المسلمين الى اخر الاشياء اللي حصلت دينه ومش عارف ايه، لان هو اصلا ما عندوش من لا يغير عليه يغار عليه يغير الدين كما يغير ثيابه ما عنده مشكله. فهل القتل سهل انه ايه يتنازل؟ ولذلك لما ذهب المشركون الى النبي عليه السلام يطلبون حل الوسط، قالوا يعني تعالى نعمل حل الوسط، نعبد الهك يعني سنه او عده اشهر وتعبد الهنا سنه، والحق اللي معاه الحق فينا هنسيبه. ها؟ فنزل قوله تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا في المستقبل ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم اي الباطل. ها؟ الذي انا بريء منه ولي ديني الحق. كما استردت الايه الاخرى: انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون.
فإذا دايما يتعدد استعداد اهتمام صاحب الباطل. فلذلك حتى في على مستوى العالم يعني تجد الأديان الباطلة هم يتنازل للتاني، لكن إلا في الإسلام لا يسوى أبدا، لا يقف على قدر المساواة مع الأديان المخالفة، لأن هو الحق ومعناه باطل، فبالتالي لا يقف على قدم المساواة ولا يعامل كما يعامل غيره يعني من أهل الأديان الأخرى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. قال بعض السلف: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. فهذه كما قلنا من قبل هناك هداية إلى الطريق، ثم هناك هداية في الطريق، هداية إلى الطريق طريق الإسلام، ثم إذا دخلت الإسلام ما زلت محتاج إنه أكثر من هداية، هداية في الطريق الذي هي سلوك منهج أهل السنة والجماعة أهل الحق. فهو يقول: ما أبالي أي النعمتين أعظم، على أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. كلاهما نعمة. ولذلك لما قيل لبعض السلف يعني ويدعو الله توفاني عن الإسلام، قيل له: والسنة. أضف إليها إيه؟ والسنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال معاوية رضي الله عنه: أنت على ملة علي؟ أنت على ملة علي؟ فقال ابن عباس: قلت لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وسئل الإمام مالك عن السنة فقال: هي ما لزم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما إلى آخر الآية. فهي ما لزم له غير السنة، واضح؟ السنة هي ما لزم له غير السنة، لكن تجد أي مبتدأ ثاني أو أي فرقة ضلت لها أسماء تنسب لمؤسسها. الشيعة مثلا أين كانوا قبل الفتنة؟ أين كان دينهم؟ أين كان مذهبهم؟ يعني كل فرقة نستطيع أن نحدد لها بداية زمنية معينة طرأت في خلال التاريخ الإسلامي. الجهمية، الجبرية، القدرية، الخوارج، الرافضة إلى آخره. لكن هل أهل السنة ممكن نقول متى نشأت فرقة أهل السنة والجماعة؟ هذا السؤال فيه مغالطة، وهذا السؤال لا يصح. لماذا؟ لأن أهل السنة هم أهل الإسلام الحق، واضح؟ فبدأت هذه الدعوة بنزول الوحي على النبي عليه السلام في غار حراء. إنما أهل البدع هم الذين يتميزون بإسم خلاف الأسماء الإيه؟ خلاف إسم السنة، لأن السنة هي أصل والبدعة طبيعة. ولذلك نتحدى دائما أهل البدعة، نقول لهم: قبل هذه البداية الزمنية أين كنتم؟ كان الناس على الجماعة وعلى السنة وعلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال رجل لأبي بكر ابن عياش: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكر في الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وقال ميمون ابن مهران: إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام، إياك وكل شيء يسمى بغير الإسلام. قد يقول قائل: طيب تسمي بكلمة أهل السنة دي مش بنقول المسلمين وخلاص، لا، دي نوع من الخصوص بعد العموم، يعني الإسلام والسنة، فالإسلام عام ولا ينافيه الخاص، فهو نوع، فهو من الإسلام اللي هو خاص يعني. وعن مالك رحمه الله قال: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. كان رجل كان يتولاه من بعض أهل البدع على طريقة أبي عمارة. قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل البدع. فقال مالك بعد ما حكى هذا الموقف الإمام مالك يقول: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة؟ يدع المشؤوم
دين القاتل ويموت على دين ابي عباره. فيقول الله تعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فقرأ علي: ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، فارقوا اي خرجوا فارتدوا عنه، وهي تعم الكفار واهل البدع والاهواء. ويقول تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال الشاطبي: ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وأن من رحم ربك أهل السنة. قال الحسن: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم. يعني هم أهل الحق وأهل السنة والجماعة يختلفون أم لا يختلفون؟ يختلفون إذا اختلفوا يختلفون اختلافا لا يضرهم، بخلاف أهل البدع فإنهم يختلفون خلافا إيه؟ يضرهم، لأنهم يختلفون عن الأصول ويتبنون البدع عن كلية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يختلفون كما يختلفون في الفروع، قضايا الفروع الفقهية، كل المدارس الفقهية بالذات المذاهب الأربعة والسبعة، يعني سواء كان الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، كلهم يضمهم في العقيدة مظلة واحدة، هي مظلة إيه؟ أهل السنة والجماعة. فهم يختلفون لكن اختلافا لا يضرهم. الذنب والخلاف الخلاف الذي يضر، وهو الخلاف في مسائل الأصول. فقل الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اي فرقا، كل حزب بما لديهم فرقوا، كل حزب بما لديهم من العلوم والاراء والاهواء التي تخالف الرسل. فرحون يعني به يحكمون لانفسهم بانه الحق وان غيرهم على الباطل. ويقول تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اما ادله السنه فهي كثيره تدل على لزوم الجماعه والحث عليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى لكم ثلاثه، ان تعبدوه ولا تشركوا به، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن صدر المسلم: اخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة اولي الامر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من فرائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. ايضا يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يجمع امتي على ضلاله. طبعا اجماع، ما المقصود به اجماع ايه؟ الاصطلاحي، اجماع الاصولي اللي هو اجماع المجتهدين. ان الله لا يجمع امتي على ضلاله، ويد الله مع الجماعه، ومن شذ شذ الى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن خرج عن الجماعه قيل شرك فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وطبعا احنا نحتاج لأن نشرح ما المقصود بالجماعة وما هي استعمالتها في عرف الشرع حتى لا يشتق يعني بعض الناس، لأن الناس من يستغل مثل هذا الحديث إن اللي ما يدخلش جماعته خاصة بقى لو رأى طبعا إنها جماعة المسلمين فيحكمون عليه بالردة. فمن خرج من الجماعة بقيل شرك فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث ايضا: ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث ايضا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاه والسلام في ذم التفرق: من فارق الجماعه شبرا فكأنما خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عمر: من رأى من أميره شيئا يكرهه، أو في حديث ابن عمر مرفوعا: من رأى من أميره
شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة هنا المقصود بالخروج على السلطان، فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والمالك من الدين التارك الجماعة. يعني المالك من الدين ده هو صفة امرئ تارك الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: افترق اليهود على 71 فرقة، وافترق في النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات هي الجماعة. إذا غلاة أهل البدع المعتقدين بدعة مكثرة لا يدخلون في الفرق 73. واضح؟ يعني لأن هناك بعض البدع مكثرة تخرج من الملة. فغلاة المبتدعة الذين ابتدعوا بدعة تخرجهم من ملة الإسلام، هؤلاء ليسوا من إيه؟ هل هم من أمة الإجابة؟ لا، لأن ما داموا كفروا إذا ليسوا من أمة الإجابة. فغلاة أهل البدع الذين ابتدعوا بدعة مكثرة ليسوا من الفرق 73، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة. والافتراق طبعا هنا على أساس الاختلاف في الإيه؟ في الأصول والقواعد الكلية وليس الفروع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهيه، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. لا شك نحتاج الى ان نعرف، يعني يا جماعه اتت في الحديث وفي النصوص باستعمالات كثيره. نريد ان نميز بقى ايه المقصود بالجماعه في كل نص من هذه النصوص. الجماعة تستعمل في لسان الشرع وفي عرف العلماء على عدة استعمالات. أولا تستعمل الجماعة بمعنى السواد الأعظم من أهل الإسلام. هذا السواد الأعظم من أهل الإسلام. ولما نقول السواد الأعظم من أهل الإسلام لا نقصد به الكثرة. الكثرة، لكن لما نقول السواد الأعظم يعني الكثرة، لو قلنا الكثرة والأغلبية فلابد ان نقصد بذلك في القرون الخيريه الاولى. لان مين كان الاغلبيه؟ في عهد الصحابه والتابعين ومن تبعهم. الاغلبيه هم اهل الحق واهل السنه والجماعه، ما كانت الفرق يعني ظهرت وازدهرت بهذه الطريقه. اذا سواد الاعظم من اهل الاسلام ليس المقصود به الكثره، لكن الميزان السواد الاعظم في القرون الخيريه قبل ان يحصل الاختلاف. لان الجماعه هم اهل الحق وان قلوا. وقال سفيان الثوري: لو ان فقيها على راس جبل لكان هو الجماعه. وقال ابن مسعود: الجماعه ما وافق الحق وان كنت واحد. ولذلك قال بعض العلماء: ابو حمزه السكري جماعه. كانوا يعبرون عن عالم بان هو الجماعه، لانه على طريق الجماعه الاولى التي هي جماعه الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الشاطبي مبينا المقصود بالسواد الاعظم: السواد الاعظم السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن تبعهم بالاحسان. ونحن نشترط الاحسان في من ياتي بعد الصحابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. لم يشترط الاحسان في الصحابه، من الصحابه محسنون بطبيعه الحال، امه مصطفى ومختار وخير امه اخرجت اليه. لكن من ياتي بعدهم يشترط فيه ان يوافقهم، ولذلك اشترط في الذين اتوا بعدهم والذين اتبعوه بإحسان. بإحسان. ومن الإحسان أن يحبوا الصحابة ويترضوا عنهم ويستغفروا لهم، بدليل قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا حظ في هذه الولاء وهذه المحبة وهذه النجاة للرافضة، لأنهم
بدل أن يعني يستغفروا لهم سبوهم ولعنوهم وكفروهم. إذن السواد الأعظم هم مجتهدو الأمة ومن سواهم في حكمهم لأنهم تابعون لهم ولم يشد عنهم إلا أهل البدع لأنه لا ليسوا من السواد الأعظم. قيل السواد الأعظم المقصود به لزوم جماعة المسلمين التي لها إمام عند الفتنة، إذا وقعت فتنة والمسلمون مجتمعون على إمام على حاكم فإنهم لزوم السواد الأعظم في هذه الحالة بأن يكون بين إيه؟ أن يلتفوا حول هذا الإمام ولا يخرجوا عنه. ولذلك سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة لما قتل عثمان رضي الله عنه فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. أيضا الجماعة تطلق على يعني جماعة أهل الإسلام، جماعة أهل الإسلام يعني أن يبقى ثابتا على دين الإسلام ولا يرتد عنه إلى غيره، ده أحد معاني لزوم الجماعة، يعني أن تبقى مسلما. ولذلك في الحديث إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلى قوله إيه؟ إلا بإحدى ثلاث، قال التارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه هو المرتد، فيعتبر أحد معاني الخروج عن الجماعة والعياذ بالله والارتداد عن دين الإسلام، يبقى دي نوع من مفارقة الجماعة. من مفارقة الجماعة إذا كان المسلمون مجتمعون على إمام أو على خليفة فإنه من خرج عليه حتى لو كان ظالما، هذا الإجماع الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة بعد حصول الخلاف في الأول، حصل الخلاف وجاوز بعضهم الخروج على الحاكم حتى لو كان يعني لو فسق أو ظلم، لكن استقر الإجماع على ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم وإن ظلم كما هو معلوم، دي قضية أخرى. لكن الشاهد أن أحد صور الخروج على الجماعة الخروج على الخليفة إذا كان إيه؟ اجتمع عليه الناس. واضح؟ من مفاهيم الجماعة أئمة العلم المجتهدين، أئمة العلم المجتهدون المقتفون لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا أول أصل، لأن غيره من المسلمين تابعوا له. يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الترمذي: وتفسير الجماعات عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أحيانا تطلق الجماعة يراد بها خصوص الصحابة، قال الله تعالى: الصحابة بالذات. لحديث إيه؟ هم كانوا على ما أنا عليه اليوم إيه؟ وأصحابي. وفي بعض الروايات قيل: من قال الجماعة؟ فمعناها أن الرواية تفسر الأخرى. كل ما في ذلك إلا واحدة قيل: وما هي؟ قال إيه؟ الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أحد معاني أو إطلاقات الجماعة خصوص جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستندا فليستند بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعلموا لهم فضلهم واتبعوهم في آذانهم وتمسكوا بما استطاعوا من اخلاقهم ودينهم، فانهم كانوا على الهدى المستقيم. من استعمالات كلمه الجماعه جماعه اهل الاسلام في مقابله الكفار، اذا اجمعوا على امر فواجب على غيرهم من اهل الملل اتباعهم. من اطلاقات الجماعه جماعه الصلاه، في الحديث ايه؟ ما من ثلاثه في ما من ثلاثه في بدر لا يؤذن، لا يؤذن لهم ولا تخفيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة. فواضح هنا أن السياق مقصود بالجماعة جماعة الصلاة، إذا أحد معالي لزوم الجماعة المواظبة على حدود صلاة الجماعة في المسجد. نعم. أيضا من علامات الجماعة جماعة المسلمين اللي اجتمعوا على إمام موافق للكتاب والسنة. والمخالف طبعا في هذه الحاله يكون كالخوارج يعني خارجا عن الجماعه. طبعا كما قلنا هنا يعني من احد فرات الجماعه جماعه المسلمين اجتمعوا على امير موافق للكتاب والسنه.
واضح. طيب ماذا عن اجتماع اهل السنه على امام مبتدع؟ امام مبتدع هل ياخذ عليه اهل السنه والجماعه ام يبقوا؟ في هذه الحاله نقول نعم ولا لا. نعم ولا لا، بمعنى ان يجتمع اهل السنه، اجتماع اهل السنه على امام مبتدع داخل بهذا المعنى فهو يعني هم لا يخرجون عليه حفظا لجماعته ودرءا للفتنه وحقنا لدماء المسلمين، لكن لا يوثقونه بايه؟ بالعدل. لا يوثقونه بالعدل لكن يحفظون سياج الامه على الخروج عليه. فيقينا هذا لا يدخل في الاجتماع المأمور به، موافقه على البدعه لا يدخل في الاجتماع المأمور به. فلا يوثقونه في البدعه كما حصل مع الامام احمد في عهد المأمون والمعتصم ويعني الوالي. خلاصه الكلام في معنى الجماعه، ان الجماعه نستطيع ان نقسم معانيها الى استعمالين، معنى علمي ومعنى عملي. معنى علمي ومعنى عملي. الجماعه بالمعنى العلمي اللي هي المنهج، المنهج ها والفهم والاعتقاد، فده معنى النظري العلمي. فإذا الجماعة معنى جماعة العقيدة والمنهج والطريقة بالمعنى العام الذي هو الأصل والأساس. إذا الجماعة هذا المعنى هي عبارة عن مجموعة صفات، مجموعة صفات معنى الجماعة، واضح؟ اللي هي أمور العقيدة السلفية وأصول يعني الدين. يبقى دي الجماعة بالمعنى العلمي ها. والجماعة بهذا المعنى هذه لا تتخلف الى اخر الزمان. لا تتخلف، لابد تكون موجوده في كل الاحوال، ظاهره منصوره. واضح؟ جماعه بالمعنى العلمي اللي هي الصفات لاهل السنه والجماعه، سمات المنهج. يبقى الكيان العلمي مش مقصود به كيان ايه؟ سياسي. لا، المقصود هنا بالجماعه بالمعنى العلمي المنهج العلمي دي ذو السمات المحدده. فهذه لا تتكلم بل هي باقيه الى اخر الزمان. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. تاتي الجماعه بالمعنى الاخر والمعنى العملي، معنى خاص. ها بمعنى خاص. يعني بمعنى لزوم جماعه المسلمين التي لها امام وافق للشرع وعدم مفارقتها وعدم نفث بيعه الامام فضلا عن الخروج عليه. يبقى ده لزوم الجماعه بالمعنى الخاص اللي هو بمعنى الايه؟ الوحده السياسيه. الكيان او الدوله الممثله في الامام ينبغي الذي اجتمع عليه المسلمون وهو موافق للكتاب والسنه. ففي هذه الحاله يجب لزومها وعدم مفارقتها وعدم نفث هذه البيعه فضلا عن الخروج عليه. طيب الجماعه بهذا المعنى، الجماعه بمعنى العملية او بمعنى السياسي، الكيان السياسي هو الامام اجتمع عليه المسلمون. هل نتخلف عن الجماعه؟ يعني احنا قلنا الجماعه بمعنى العملي هي اجتماع المسلمين على امام وافق للحق، وافق للكتاب والسنه. واضح؟ الالتحام به والارتباط به. هذه الجماعه بهذا المعنى يحتمل ان تتخلف، ممكن تاتي بعض الازمان تتخلف فيها الجماعه بهذه الصوره الايه؟ الكامله او المثلى. فقد لا توجد في زمان من الازمان. والدليل حديث حذيفه لانه قال ايه؟ فان لم يكن لهم جماعه ولا امام. فان لم تكن لهم جماعه ولا امام. واضح؟ فالجماعه بهذا المعنى تفيد البنيان او الكيان. ولذلك جاء في خبر سعيد بن زيد كرهوا ان يبيتوا بعض يوم وليسوا في جماعه. لما الصحابه لا يعرفوا كرهوا ان يبيتوا بعض يوم وليسوا في جماعه، ولذلك حسموا امر الخلافه قبل ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام، لان هذا يعني دلاله على اهميه هذا الامر. اذا طيب من حيث الواقع يعني الجماعه استعمالتها في الشرع يا اما بالمعنى العلمي يا اما او بالمعنى الايه؟ العملي، كيان وبنيان. طيب احوال الجماعه من حيث الواقع اكمل الحالات على الاطلاق ان يوجد امام موافق لايه؟ للكتاب والسنه، وافق لاهل السنه والجماعه، اهل الحق. امام واجتمع في الجماعه بمعنى العلمي وبمعنى العملي. فهذا يعني ينافح عن الحق
ويلتزمه ويحذر مما يخالفه. فهذه اكمل الحالات وقد وجدت في عصر الخلافه يعني الراشده حتى اواخر الدوله العباسيه لما حصل انحراف المعتزله وهكذا. الاحتمال الثاني او الحال الثاني من احوال الجماعه يوجد امام لكنه على بدعه مخالفه لاهل السنه. واضح؟ ففي هذه الحاله نحن نؤمن طبعا بوجود طائفه من الامه باقيه على المنهج الحق اللي هي الجماعه بالمعنى العلمي، لان دي مضمون من الوقايه على طول، دي لا تغير ابدا، لا تزال طائفه. واضح؟ فاذا الحاله الثانيه ان يوجد الامام لكنه متبع او مخالف لاهل السنه والجماعه، وتوجد في نفس الوقت طائفه من الامه على المنهج كما حصل في عهد المامون العباسي. اجتمع عليه المسلمون وكان الامام احمد يراقبه بامير المؤمنين ويرى طاعته ويصلي خلفه الجمعه. ها؟ فهذا يعني تشديد لهذه الحاله الثانيه. فلا بد من طاعه الامام وفي نفس الوقت عدم موافقته في انحرافه وبدعته بالثبات على العقيده والمنهج. الحاله الثالثه لا يوجد امام لكن يوجد افراد او طوائف يلتزمون مذهب اهل السنه والجماعه. هل في هذه الحالة نقول على هؤلاء الطوائف اللي هم ثابتون على الحق أن نكون عنهم شرع ونحن مطالبون بالاعتزال بتلك الشرع كلها؟ لا، احنا عرفنا ايه ضابط الشرع. بل بالعكس هؤلاء يعني يخاطبون بمثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. واضح؟ الثلاث احتمال الثاني لا يوجد امام لكن يوجد افراد متفرقون يلتزمون مذهب اهل السنه والجماعه. الحاله الرابعه لا امام ولا جماعه ولكن فرق من اهل الاهواء والبدع. نقول ان هذا لا يوجد بصوره مطلقه على وجه الكره الارضيه. لكن يوجد في بعض الامكنه او في بعض الامكنه دون بعض وفي بعض الازمنه دون بعض، لكن انه تخلو الارض تماما من الطائفه المنصوره فهذا غير وارد. يعني ممكن واحد يعيش في بلد البلد ليس فيها لا امام ولا جماعه. واضح؟ هذا معروف في اوروبا، امريكا، روسيا، اي مكان من هذه البلاد لا امام ولا جماعه. واضح؟ او بلاد ارتدت مثلا عن الدين فلا امام ولا جماعه. فهذا يوجد في مكان دون مكان، لكن تقول الارض كلها خلت من يقومون بحجه الله فهذا غير وارد. اختم الكلام بالاشاره الى انه يوجد غلو في الحقيقه في مفهوم الجماعه. انا عارف اني اطلت عليكم لكن اريد ان اختم الموضوع حتى لا يبقى له بقيه يعني. بعض الناس تخلط بين الامور وحصل انحراف في فهم قضيه الجماعه. يعني بعض الناس مثلا يعني يصورون جماعتهم على انها سفينه نوح. من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. فدول الخوارج الجدد يعني بالذات تجسد هذا في فرقه ايه؟ شكر مصطفى والخوارج الجدد لما اكثروا كل من يدخل الذي لا يهاجر ولا يبايع ولا يدخل في الجماعه فهذا كافر. استحلوا الدماء والاعراض يعني حصل منهم محنه شديده. فهم المسلمون فقط ومن عداهم كافرون. مجموعه اخرى جماعات اخرى تزعم انهم جماعه المسلمون المسلمين ويوجبون الانضواء تحت لوائهم. يعني بيفرضون نوع من الوصايا على يعني الساعه في الدعوه وهذا معروف ومن المسلم. طبعا لابد ان نفرق يعني بين الجماعه بالمعنى العام والجماعه بالمعنى الخاص. الجماعه بالمعنى العام هي الجماعه اللي لابد كل مسلم ينتمي اليها. طبعا اقصد هنا الجماعه بمعنى البنيان او الكيان. ودي اللي ورد فيها بعض الاحاديث التي ساء استعمال. دي واحد من جماعات الدعوه مثلا يقول من مات وليس في عنقه بيعه فميته في الجاهليه. لا طبعا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث في الجماعات الخاصه. دي جماعه الخلافه. يعني لو ان الدولة قائمة اسلامية وبوي على امير المؤمنين او الخليفة في هذه الحالة واستقرت البيعات لا يمكن احد ابدا ان يخرج عليه حتى لو غضب الجار ما دام في دائرة الاسلام. فدي مثل هذا يقال له من مات وليس في عنقه بيعة
ميتة الجاهلية. طيب إذا كان الإنسان يعيش في عصر أو في مكان ولا يوجد خليفة أصلا، هو نقول نعم هي ميتته تشبه ميتة أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا طوّاف لا يجمعهم إيه؟ إمام. فهو أشبهت ميتته ميتة أهل الجاهلية، لكن هل هو جاهلي؟ هل هو كافر بهذا؟ لا طبعا، واضح. طيب إذا من أتاكم وأمركم على جميع على رجل واحد يريد أن يفرق أعصابكم فاقتلوه كائنا من كان، هل دي في جماعات خاصة؟ جماعة الدعوة بيأمرون بمرض النهار عن المنكر، يبقى لو واحد خرج عليه يعني يلحقون أحكام في بيحصل خلط بين أحكام الجماعة العامة والجماعة يعني خاصة، طبعا الجماعة الكبرى اللي هي الخلافة دي لها خصائص ممكن احنا في الاستقراء نستنبطها، يعني مثل الإعلان لابد أن تكون معلنة وظاهرة للناس الإجماعية. من خصائصها أنها تستوعب جميع المسلمين، السني والمبتدع والفاسق والبغض والفاجر، كل المسلمين يدخلون في هذه التمويل لهذه الجماعه العامه. انها عندها نوع من التركيز بحيث انها تقيم جميع الولايات، ولايه الصلاه ولايه الزكاه ولايه كذا وكذا. هذه الجماعه لا يجوز تعددها، لا تعدد، بل لابد ان تكون جماعه يعني واحده، دوله واحده. الخليفه نفسه في شروط كان يكون قرشيا الى اخر شروطه. المسلمون مجمعون على وجودها، واضح من ذلك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واضح. وظيفتها حراسه الدين وسياسه الدنيا للدين. بخلاف مثلا الجماعات الخاصه، الجماعات الخاصه تستوعب بعض المسلمين لانها تقوم باجل وظيفه معينه، مثلا مجموعه تقوم بجمع الزكاه وتوزيعها على الفقراء والمساكين، واضح. فهل دي يطلب فيها ايه؟ اهم صفه فيها صفه الايه؟ الأمانة، الأمانة، أنه هيتمن على هذه الأموال، والفقه فيشترط فيه صفات خاصة، فالجماعات الخاصة لا بتشترط شروطا في من يكون معها مناسبة للوظيفة التي تؤديها. إقامة الولايات، طبعا الجماعات الخاصة لا تستطيع، زي دوب اللي بيحفظ القرآن اللي بيفعل كذا وكذا، فدي بتكون يعني مسؤولياتها محددة. أما الجماعة الكبرى لا تتعدد، لكن الجماعات الخاصة تتعدد حسب تعدد المصالح التي يعني تناط بها، لان ورائك الاسلام اكبر من ان تكون بها مجموعه واحده. الدليل على الجماعه الكبرى طبعا الكتاب والسنه والاجماع. الجماعات الخاصه الدليل عليها المصالح المختلفه، لان الافراد لا يستطيعون ان يقوموا فيتعاونون مع بعضهم من اجل اداء بعض هذه الواجبات. وهكذا يعني كثير من النصوص التي يخطئ بعض الناس بتطبيقها على الجماعه الخاصه هي اصلا في الجماعه العامه، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عمقه بيعه تميته الجاهليه، دي في الجماعه العامه مش في الجماعه دي الخاصه ولا ينطبق يعني عليها. طبعا بالنسبه لحديث حذيفه يعني بعض الناس بتستدل به على ان الكيانات المتعدده الجمعيات او التجمعات التي تدعو الى وظيفه من وظائف الاسلام فرق ويقول لك اعترف تلك الفرق كلها، لا قلنا ان تعدد هذه التجمعات لا يستلزم كونها فرقا، لان هذا تعدد تنوع وتخصص وتكامل وليس يعني تصادما. كذلك الفرق المامور باعتدالها جاء وصفها في الحديث دعاة على ابواب جهنم، يبقى دعاة العلمانية ودعاة تحرير المرأة ودعاة هم دول دعاة على ابواب جهنم وهؤلاء الذين يعني يعتدلون. كذلك اذا وجد المسلم في زمان فتنة وانتشر دعاة الضلالة ولم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ولا وجد تجمعا لأهل السنة يعني يستطيع أن ينجو بنفسه معهم، حينئذ نطبق عليه الحلال يعتزل ايه؟ تلك الفرقه كلها، لكن واحد يبقى عايش داخل المجتمع ويطبق الكلام على كل اخوانه ويعتزل تلك الفرقه كلها وهو لسه موجود في المجتمع، هو هنا بيعتزل اهل الخير ويندمج كاهل شر، لكن العزله دي عزله في الصحراء يعني، ولو انت عضب بجلد شجر يطلب الجميع لانه لا خير فيه، لكن اذا وجد خير فينبغي الانسان ان يستعصم في هذا الخير ويعني في اهله. اذا كيف تكون الجماعة على رأس منهج الأخوة؟ أولا بلزوم الجماعة في إطار هذا العلمي
والبراءه من مقالات اهل بغداد ثم الجماعه، ان تثبت على المنهج اهل السنه والجماعه بالتردد في المسائل الاجتهاديه التي يقع فيها الخلاف السائل بعقد الولاء والبراء على اساس الاسلام لا غير، لانه لا حلف في الاسلام. لا حلف في الاسلام بالمعنى الجاهلي، ان واحد يعمل تحالف مع اخر ان اي حد يجي عليه ينصره، انصر اخاك ظالما ايه؟ او مظلوما. ده الحلف الجاهلي، الرسول قال لا حلف في الاسلام. ايضا بتبني المفهوم الشامل للجماعه بحيث لا يصح ادعاء انها جماعه المسلمين وان الذي لا يكون معها فهو خارج بالمعنى يعني الذي ذكرناه. هذا يعني ما تيسر من الكلام في شرح هذا الحديث الشريف الذي رواه حذيفه رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، تعاد على ابواب جهنم. من اجابه اليها؟ قال: ابوه فيها. قلت: يا رسول الله صدقكم لنا؟ فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا. قلت: فما تامرني ان ادركني ذلك؟ قال: تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قلت: فان لم يكن لهم جماعه ولا امام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.